أخ أبو أحمد سأل عن القطط المؤذية، يقول آذتنا في العمارة، يقول بفضلاتها وروائحها وكذلك أشياء كثيرة مما يؤذي، حتى يقول أفسدت عندي جهاز الأنذار، وربما تأتي تدخل في السيارة في أوقات حتى البرد، فإذا شغل الإنسان السيارة ربما حصل عطب في السيارة وكذلك قتل لها. يقول تأذينا كثيرا، واكتشفنا أن السبب تجمع هذه القطط أن إحدى النساء كبيرة في السن تجعل لهم بعض الطعام عند باب العمارة فيجتمعون لذلك. سألنا أو اشتكينا إلى أبنائها إلى زوجها، لم يعني يرد علينا أحد. هل يجوز لنا ونحن متأذون من هذه القطط أن نسممها أم لا؟ القطط المؤذية على الإنسان إبعاد هذه القطط والمحاولة في إبعادها بكل الطرق، فإن عجزا تاما عن إبعادها ولم يكن له من شدة أذيتها إلا أن يقتلها، فله أن يقتلها، ويحرم عليه أن يقتلها بالنار، هذا محرم، لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، فيحذر الإنسان من القتل بالنار. أما ما دام عاجز عن إبعادها وبذل الوسع في إبعادها ولم يقدر، فله أن يبعدها أن بالقتل سممها أو بأي طريقة من القتل التي لا يعذبها في هذه الطريقة فيقتلها، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. ذكر الغراب والفأرة والحية والكلب العقور، وهذه الأشياء منها أيضا الحدأة، فهذه الأشياء تقتل في الحل والحرم، ويقال في القطط مثل ما يقال في الكلاب المؤذية. وسئل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى عن ذلك، وأجاب بنحو هذا الجواب، بأن الإنسان إذا قدر على الإبعاد فيبعدها، وإن لم يبعدها فله أن يقتلها لأنها مؤذية، والمؤذي يجوز إبعاده ودفعه بأي وسيلة.